الأميرة رجوى الحسين عروسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. رد فعلها ما كانش متوقع خالص بعد تسريب صورها بلبس البحر على الشاطئ وهي في شهر العسل، والجماهير الأردنية كانت مستنية تحرك رسمي من الملك عبد الله والملكة رانيا على اللي حصل. لكن رجوى رجعت الأردن بعد شهر العسل في دول أوروبية، واللي حصل في أول ظهور ليها كان مفاجأة للكل. يا ترى ازاي الأميرة رجوى الحسين عبرت عن شخصيتها القوية وإن الثقة في النفس عنوان عريض تقدر تقدمه للجمهور؟ وهتعرفوا معايا مفاجأة عن أول ظهور للأميرة رجوى الحسين بعد تسريب صورها على الشاطئ، ومين اللي نشر الصور دي، وإيه رد فعل عروسة ولي العهد. خليكم معانا في الفيديو ده عشان تعرفوا تفاصيل كل الحكاية. كلنا عارفين قصة تسريب صور الأميرة رجوى الحسين زوجة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله وهي في شهر العسل. وكان الغريب في القصة دي التزام الصمت من الأسرة الهاشمية اللي رفضت تعلق أو تاخد أي رد فعل على اللي حصل. تقريبا كده قالوا الناس هتنسى ومش هيدوا الموضوع أكبر من حجمه، ويمكن ده أقوى رد فعل ممكن يتاخد في القصة دي. وعشان رجوى كمان عروسة جديدة وبلاش تكون سيرتها على لسان الناس اللي هم أصلا رافضين اللي حصل ودعموها هي والأمير الحسين بهاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. الأميرة رجوى رجعت الأردن بعد شهر العسل والكل منتظر منها تمارس نشاطاتها في الأردن على اعتبار أنها مرشحة بقوة تكون الملكة القادمة. وبرا النشاطات اللي هتكون مسؤولة عنها كان في زيارات عائلية، ومن بينها اصطحاب الأميرة الحسين ليها عشان زيارة عمته الأميرة عليا الحسين واللي كانت بترحب بيهم جدا. وده كان أول ظهور للأميرة رجوى الحسين بعد شهر العسل، واللي نشرت الصور الأميرة عليا الحسين على حسابها على انستجرام، وكان واضح إن في حفل عشاء عائلي على شرف الزيارة دي ورحابت بيهم. وكتبت في تعليقها على الصور مع الأحباء الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى الحسين والأمير هاشم العبد الله بارك الله فيهم أجمعين. وخاصية التعليقات على الصورة دي كانت مقفولة ومحدش كتب أي كلمة تخص أول ظهور، وكان واضح إن في لغة حوار بينهم. الموضوع ما وقفش لحد هنا، وشكل العزومة خلصت وكان في مناسبة تانية بعدها عشان في صورة نشرتها الأميرة عليا وكان فيها الأمير الحسين والأميرة رجوى الحسين وعون جمعة ابن أختها وكمان بنتها الغالية دانا وابنها طلال. وقالت الحمد لله على جميع المناسبات العائلية السعيدة، ودي كانت مناسبة زواج طلال صالح ابن عم ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. ظهور الأميرة رجوى كان موضح إنها قوية الشخصية، وده بعد تداول الصور من حساب الأميرة عليا، واتقال إنها مش مهتمة لكل اللي حصل وقت نشر صورها بلبس البحر وتسريب الصور في شهر العسل. والغريب بقى إن الناس مستغربة منها كده عشان هي ولا كأنه حصل حاجة وبتتعامل عادي جدا، وعشان كده خدت لقب القوية وبقت الجماهير الأردنية عندها ثقة كبيرة فيها وإنها قادرة على تخطي أي مطبات في حياتها. ويعتبر موضوع الصور ده من أصعب المواقف اللي ممكن تمر في حياة أي حد، وفي اللي ممكن يتأثر وفي اللي يقدر يستحمل ويعدي.